قد وعدنا السادة المشاهدين بأن نتحدث عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى. نعم. أنطونيو رومانو. نعم. ماذا عن هذه الشخصية؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم وأحيي كافة مشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، يعني مما يثير القلب والعقل في آن واحد قصص الذين أسلموا. ومن الغريب أن كل إنسان أسلم بمدخل خاص به يلمس شيئا في قلبه. هذا الأخ الكريم عبد الصمد روميرو رومان أو أنطونيو روميرو رومان جاءني في منى في أثناء الحج من سنوات طويلة. يعني قيل لي أن هناك رجل أجنبي يريد أن يسأل عنك ويريد أن يقابلك، فدخل وكان معه ابنه طفل صغير، فسلم علي وقال لي هذا الطفل يحفظ القرآن الكريم كاملا. سبحان الله. الصغير جبت قلت له يعني أنتم من أي بلد؟ قال من أسبانيا. كيف أسلمت؟ قال أسلمت بالموسيقى. قلت له أنت تمزح يعني شو؟ قال والله أسلمت عن طريق الموسيقى. قال أنا أستاذ للموسيقى في أحد المعاهد الموسيقية الكبيرة في مدريد. كيف أسلمت؟ قال والله في يوم من الأيام كلفت بكتابة بحث عن أصل الموسيقى الكلاسيكية. نعم. فقال نزلت إلى مكتبة هذا المعهد وجلست أقرأ، وجدت أنهم يتكلمون عن أصل الموسيقى الكلاسيكية، عمالقة الموسيقى المعاصرين بيتهوفن وموزار وتشايكوفسكي ريمسكي كورساكوف. قال بحس الفطري قلت لا يمكن أن يكون هؤلاء العمالقة هم بداية الموسيقى الكلاسيكية، لابد أن الموسيقى الكلاسيكية لها بداية مكنت هؤلاء من الوصول إلى هذا المستوى العالي من الموسيقى الكلاسيكية. قال بدأت أبحث، ففي خلال بحثي ثبت لي أن أصل الموسيقى الكلاسيكية هي الموشحات الأندلسية. جميل. قالوا أغلب هذه الموشحات مترجمة إلى اللغة الأسبانية، فبدأت أقرأ عن الموشحات الأندلسية. قال ظهر لي واضحا معنى توحيد الخالق سبحانه وتعالى من خلال الموشحات. من خلال الموشحات. نعم. نعم. يعني تمتدح هذا الإله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، الذي لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، والمنزه عن الصاحبة والولد. كل هذه المعاني تأتي في كثير من الموشحات. ليس كما يظن الناس أن الموشحات هي الغزل والرؤونة لا فيها. نعم. مديح لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ومديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عشت يعني سنة كاملة أشهد أنه لا إله إلا الله، وأنا الكاثوليكي الذي تربيت على التثليث، ولا أستطيع أن أعلن شهادتي بأنه لا إله إلا الله. سبحان الله. قال وجدت أيضا أن بعض الموشحات تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال أحببت هذا الرجل الذي لم تغيره الأحداث، كان في ساعات الرضا متزنا في أحكامه وآرائه وقضائه كما يكون في ساعات الغضب. هذا الرجل الذي ولد يتيما وتربى يتيما وعاش حياة صعبة، استطاع أن يغير وجه الأرض بهذا الفكر الذي دعا إليه، وأن يعيد الناس من جديد إلى صلتهم بخالقهم وربهم بعد أن كانت اليهودية قد انحرفت عن مسارها ويعني تقولت على رب العالمين، وكان الإنجيل قد ضاع وتقول النصارى على رب العالمين، وكانت العبادات الوثنية قد انتشرت في ربوع الأرض من أقصاها إلى أقصاها. جاء هذا الرجل في قلب بادية الجزيرة العربية ليرد الناس إلى المعنى الحقيقي للألوهية، وتنزيه هذا الإله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. سبحان الله. قال وقرأت عن مواقف كثيرة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين زوجه، بينه وبين أبنائه، بينه وبين إخوانه وصحابته، بينه وبين أعدائه. قال يعني مواقف رفعت هذا الرجل عندي إلى مقام الكمال البشري الذي لا يدانيه كمال. فقال أحببت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا رسول. قال وعشت يعني سنة أخرى أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا أستطيع أن أعلن عن ذلك.
يعني خشية الاضطهاد، خشية الاضطهاد، نعم. خشية المشاكل، الخلاف العائلي. قال نحن في بلاد الأندلس لازلنا نحتفظ ببعض العادات الإسلامية القديمة، فلدينا البيت الكبير، الجد والأبناء والأحفاد يعيشون في بيت واحد، لا تزال لدينا بعض المباني الإسلامية القديمة، بعض النقوش الإسلامية القديمة. قال فأنا متعود أن أمضي إجازة الصيفية في بيت أبي، وأبي يسكن في خارج مدريد يعني. فقال ذهبت إلى أبي وعشت في بيته، وبدأت أكتب في هذا البحث الذي يعني أنفقت عامين في التحضير له لأثبت أن أصل الموسيقى الكلاسيكية هي الموشحات الأندلسية. فقال كان البيت مليئا بالأطفال والأصوات عالية ولعب الأطفال كثير، لم أستطع أن أركز، فاستأذنت أبي أن أسكن في خارج البيت، فرفض واحتج علي احتجاجا كبيرا. فاعتذرت له بأنني أكتب بحثا أنا الأوان أن أقدمه وأنا متأخر فيه وكثرة الأطفال في البيت تعيقني عن ذلك. ففي النهاية وافق على ذلك أن أنا أبحث عن سكن خارج البيت. فقال ذهبت أبحث عن شقة، فشاء الله أن أجد سكنا مناسبا في حي من أحياء المسلمين. فقال وجدت منهم مجاملات كثيرة، يعني الذي أتاني بسلة من الفاكهة، الذي أتاني بسلة من الورود، الذي دعاني إلى طعام الغداء، الذي دعاني إلى طعام العشاء، لم أرى مرة أحدهم قد وضع سيارته مكان سيارتي. فقال تعجبت يعني على هذه الأخلاق العالية وهذه القيم الجميلة. قال لكن الذي شدني أكثر سماعي للقرآن الكريم يتلى في صلاة الفجر. الله. فأصبح تقليدا عندي أن أستيقظ لصلاة الفجر لأسمع الإمام يرتل القرآن في هذه الصلاة. الله أكبر. ومع يعني تودد هؤلاء المسلمين لي طلبت منهم شريطا لهذا القرآن الذي يتلى، فأتوا لي بشريط للشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله. رحمة الله عليه. قال أنا لدي جهاز يكتب النوتة الموسيقية من الشريط، فجربت. قال لم أجد خللا موسيقيا واحدا فيما سمعته من تلاوة. الله أكبر. طلبت شريط ثاني وثالث ورابع، وجدت نفس الشيء، لا يوجد خلل موسيقي على الإطلاق. ظلت هذه العلاقة فترة أسابيع، ثم جاء إلي وفد من المسلمين وقالوا سمعنا أنك تكتب عن الموشحات الأندلسية، وهناك مؤتمر عن الموشحات في تطوان، يعني إحدى مدن المغرب. المغرب. نعم. ونحن ذاهبون لحضور هذا المؤتمر ونتمنى أن تصاحبنا لحضور هذا المؤتمر. قال طيب يعني آتي معكم. قال وجدت عدد كبير من السيارات. قال يقول ما أنا عندي فان سيارة كبيرة، لماذا لا نذهب كلنا في سيارتي؟ فاتفقنا على ذهبنا إلى تطوان وأمضينا 3 أيام في حضور هذا المؤتمر. قال في اليوم الرابع نزلنا إلى السوق نشتري بعض الهدايا لأبنائنا. قال أذن لصلاة المغرب فاستأذنوا مني ليؤدوا صلاة المغرب. نعم. وقال بدأت أنا أحوم حول المسجد حتى يخلصوا من أداء الصلاة، فإذا بشيخ كبير في السن يقرأ القرآن بصوت مؤثر بطريقة غير عادية. قال لم أفهم ما يقول، ولكني وجدتني أنخرط في بكاء شديد حتى كاد أن يغمى علي. الله. فدخلت إلى السيارة وانكفأت على مقودها أبكي ولست أدري لماذا أبكي، حتى جاء الإخوة وجدوني في حال غير الحال. ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ قلت لا شيء. هل حد أصيب من الأسرة؟ حد توفي؟ حد مريض؟ قال لا، ولكني أريد أن أعود إلى غرناطة الليلة. قالوا المؤتمر لم ينتهي بعد. قال سأترك لكم السيارة وأنا أعود بالطائرة. قالوا لا، نعود جميعا كما جئنا جميعا، نعود جميعا. فذهبنا إلى الفندق وجمعنا أغراضنا ونزلنا إلى السيارة. هو يروي القصة يقول يكلمونني وأنا كالذي أصابني يعني مس. نعم. لا أريد أن أسمع شيء، لا أرد عليه. فتأكدوا أن كارثة قد حلت بي، أحد الأقارب مات، أحد حصل له حادث. قال فسرنا من تطوان إلى غرناطة، وصلنا غرناطة قبل صلاة الظهر. قال أوصلتهم إلى مساكنهم وذهبت إلى بيتي. يقول والله كالإنسان الآلي الذي لا إرادة له، دخلت البيت سلمت على أهلي أعطيتهم ما اشتريت لهم من هدايا، ودخلت إلى دورة المياه
أخذت حماما وخرجت لبست لبسا نظيفا ونزلت إلى المسجد. فرآني الناس، ماذا جاء بك؟ قال جئت لأصلي معكم. الله. كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ قال علموني كيف أصلي. فأنطقوني الشهادتين وأوقفوني في الصف وقالوا افعل كما نفعل حتى نعلمك. قال صليت معهم وبدأت أتعلم الإسلام. حينما أشيع إسلامي بدأت الجرائد تهاجمني، فقال يعني علم بي السفير السعودي في مدريد فأرسل إلي وهنأني على إسلامي وقال أدعوك للحج في هذا العام. قلت له زوجتي أيضا أسلمت. قال أنت وزوجتك. الحمد لله. قال ذهبنا للحج. وقال قبل أن أذهب إلى الحج جاءتني دعاوى كثيرة من قرى مجاورة لمدريد. قال والله وجدت أناسا يكتبون إسلامهم من أيام محاكم التفتيش. الله أكبر. والله يعني الله أكبر. يكنزون المصاحف والكتب الإسلامية في أقبية تحت مساكنهم، وكانوا شاكين في إسلامي. هل أنت صحيح أسلمت؟ هل تعرف قراءة الفاتحة؟ هل تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم؟ ماذا صار اسمه بعد الإسلام؟ عبد الصمد، حبا في الشيخ عبد البصر عبد الصمد عليه رحمة الله. الله أكبر. قال جئنا للعمرة للحج. قال ومن عادة المملكة العربية السعودية الجميلة أنهم يدعون بعض كبار الضيوف ليتناولوا وجبة طعام الغداء مع الملك. نعم. فقال يعني بعد يعني أنهم مراسم الحج الأساسية دعوا إلى القصر الملكي في ميناء. قال ذهبنا وقدموني إلى جلالة الملك فسألني عن طريق المترجم يعني ماذا تحتاجون في بلادكم. قال قلت له أنا لا أحتاج مالا ولكني شعرت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم دون أن أتعلم اللغة العربية. سأتوقف عند هذه النقطة بالذات. نعم. نعم. سنتابع بعد فاصل قصير هذه القصة الممتعة الشيقة عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى. قال سأله جلالة الملك عن ماذا يحتاجون في بلادهم عن طريق مترجم طبعا. فقال له أنا لا أحتاج مالا ولكني أدركت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا تعلمت اللغة العربية. فأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية أنا وزوجتي. فمنحه جلالة الملك منحة له ومنحة لزوجته في جامعة أم القرى. فجاء من أسبانيا إلى مكة المكرمة وعاش في مكة هو وأسرته 9 سنوات. الله أكبر. هو حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية وحصلت زوجته على ماجستير في التربية الإسلامية وعاد إلى أسبانيا ليشتري إحدى المدارس الكاثوليكية خارج غرناطة وحولها إلى مدرسة إسلامية أقام بها مسجدا كبيرا وبدأ يربي أبناء وبنات المسلمين في هذه المدرسة على الإسلام الصحيح. هذا الأخ الكريم عنده الآن كلية للدراسات الإسلامية، طبعا سلسلة من المدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كلية للدراسات الإسلامية، عنده إذاعة إسلامية، عنده موقف على شبكة المعلومات الدولية، يقوم بدعوة راقية إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. يعني فضيلة الدكتور لا أستطيع أن يعني أمتلك شعوري وأنا يعني أقارن هذا الإنسان العظيم الذي يقف أمام الملك. هذا الملك يستطيع أن يقدم له كل شيء، لا يكون له إلا طلب واحد. نعم. أريد أن أتعلم لغة القرآن. نعم. يعني أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه. نعم. يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه. نعم. أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن. نعم. ونحن نعيش نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية. نعم. والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد. نعم. من أمثال. نعم. هؤلاء. والله هذا الأخ الكريم يعني كانت لي به صلات عديدة وكانت له مواقف كثيرة كريمة، وأنا لا أزكي على الله ولكن أشهد بما رأيت منه. بعد أن عاد إلى أسبانيا عاد إلى المملكة العربية السعودية وكلمني من الرياض، وكنت وقتها أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فدعوته المجيء إلى
المنطقة الشرقية، فجاء وبات عندي في البيت. وفي ليلة وصوله كان لدي حوار عن الإسلام في إحدى القواعد البحرية الأمريكية في الدمام، أو قريبا في الجبيل يعني شمال الدمام. فذهبنا إلى هناك وقدمت الأخ عبد الصمد كنموذج لإنسان عاش المسيحية وما أحلاه من الله تعالى عليه بالإسلام. والله أبلى في هذه الليلة بلاء، أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وعدنا بتنا في البيت، وفي الصباح أوصلته إلى المطار على أنه عائد إلى أسبانيا. فبعد أن وصل إلى الرياض كلمني قال أنا علمت أن ملك وملكة أسبانيا قادمان لزيارة الرياض، فآفرت أن أقابلهما في الرياض لأدعوهما إلى الإسلام في المملكة العربية السعودية. الله أكبر، الله نعم. أكبر، الله أكبر. فبعد أن تم اللقاء، يعني كانت عندي رحلة مع طلابي لدراسة حقلية نمضي فيها 6 أسابيع، فكان لابد أن نمر عن الرياض، فقلت قابلنا في الرياض في مطار الرياض يعني. فقابلنا في مطار الرياض وجلس يروي لي ولطلابي ماذا دار بينه وبين ملك وملكة أسبانيا عن الإسلام. كلنا آذان مصغية. بارك الله فيكم. نعم. فيقول يعني كلاهما مثقف ثقافة عالية ويتحدث أكثر من لغة، وكنت أوصيه أن يجمع ما كتب عن الإسلام باللغة الأسبانية ليحمله إليهم. قال والله هم كلاهما يتحدث أكثر من لغة، ونحن نجمع لهم بأي لغة، إنجليزية أو فرنسية أو اليونانية أو الأسبانية، يقرؤون كل هذه اللغات. وودعته وسافرت مع طلابي إلى الحقل، بقيت في الحقل 6 أسابيع وعدت إلى الظهران. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة، فإذا بعبد الصمد هاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد، يعني رجل درجته كبيرة، مع دكتوراه في الموسيقى، ومن الشخصيات المرموقة. نعم. وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام. الله أكبر. نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني. نعم. نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من الأطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. قلت تعال، حي الله، حياكم الله. فجاء إلى الفندق، هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي، وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه. الله. والله والله لم علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول يا عرب يا مسلمون، لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي. الله. يقول أنا اسمي الكندي مش كوندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين فرض عليهم التنصر بحد السيف. نعم. وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف. السيف. نعم. نعم. يقول تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من 3، إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع. وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا. يا لطيف. وقتل في أثناء محاكم التفتيش 10,000 من المسلمين. نعم. حرقت أغلب التراث الإسلامي، المكتبات الإسلامية. فيقول نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة، يعني أعزكم الله، يعني ما يلبس للوضوء، يعني المسبحة. يقول لا زلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري، يعني نغسل الميت ونكفنه ونضعه في القبر على الشق الأيمن وفي وجهة خاصة، نحن لا نعرف. فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟ قلت له كيف أسلمت؟ قال أنا يعني عندي مستشفى خاص، وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق، تزوجت غير أمها
ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة. وقال: كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى، وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال: فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة ألفا روميو، فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال: في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة، توفيت البنت. قال: فأصابتني بحزن شديد، وبدأت أرى البنت في المنام، وتخيلت في بادئ الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال: ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل، تقول لي: يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء. الله أكبر. من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام. سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا لها. قال: بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس، وأنا لا أعرف هذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال: جاء في خاطري عبد الصمد، لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت، فاتصلت بأهلي، قالوا: عبد الصمد في السعودية. فأخذت رقم جواله وهاتفته: أنا أريد أن أزور الكعبة. قال: والكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قال: ماذا أفعل؟ قال: اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن لا تأتي للزيارة. قال: لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا، وهاتفت عبد الصمد فقال لي: أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة، ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال: جاء بهذه الطريقة، وجلست معه في الفندق، عبد الصمد يروي لي، أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال: وذهبنا إلى مكة، قال: طفنا بالكعبة. قال: أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه، وأتي له بطبيب أفاقه. قال: سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال: والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل. الله أكبر. فأدينا الله أكبر الطواف، الله أكبر، وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام، الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول: إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول، وأكتفي بهذا القدر. شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضله. أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآيات التي
تقدم البروفيسور زغلول النجار باكتشافها قبل علماء الغرب. كثيرا ما يقال لنا لماذا تنتظرون أن يتقدم الغرب باكتشاف بعض الآيات؟ البروفيسور زغلول النجار قد أكرمه الله عز وجل باكتشاف العديد من الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب. ما هي هذه الاكتشافات؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم.